مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انا جمال عبد الناصر، هنتكلم النهارده على مشروع من مشروعات شركه لافيستا العملاقه في منطقه الشيخ زايد الجديده بمنطقه 6 اكتوبر، وهو مشروع الباتيو فيرا. هنتكلم عن تاريخ الشركه وعن جميع اعمالها السابقه ولوكيشن الكومباوند والخدمات والمميزات داخل المشروع وايه التايبس الموجوده. من غير ما اطول عليكم كالعاده، يلا بينا ندخل سريعا في شرح تفاصيل المشروع النهارده. بتعتبر شركة لافيستا للتطوير والاستثمار العقاري من أقوى شركات العقارات في مصر والشرق الأوسط، نظرا لحجم الملاءه المالية الكبيرة للشركة وعدد المشروعات اللي هيتم ذكرها. تأسست الشركة في عام 1991 على يد المهندس علاء الهادي، كما تتميز شركة لافيستا بقدرتها على خلق معيار جديد من المنتجعات السياحية والمشروعات السكنية من خلال سجلها المتميز بالإنجازات، وده بيتم من خلال امتلاكها لمكتب تصميم داخلي بيضم فريق من الخبراء والمهندسين المعماريين مصممين المناظر الطبيعية. هنتكلم عن سابقة الأعمال الضخمة لشركة لافيستا، وهي تعتبر من أكبر الشركات في الماركت العقاري وبتمتلك عدد كبير جدا من المشروعات. احنا بنتكلم في 28 مشروع إضافة للمشروع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، يعني حوالي 29 مشروع overall المشروعات اللي بتمتلكها شركة لافيستا. هنبدأ بمنطقة العين السخنة، وطبعا بتمتلك شركة لافيستا عدد كبير جدا من المشروعات في العين السخنة، يعتبر أكبر شركة موجودة في العين السخنة بتمتلك مشروعات. بتمتلك شركة لافيستا 10 مشروعات في العين السخنة، من لافيستا 1، لافيستا 2، لافيستا 3، لافيستا 4، ولافيستا 5، لافيستا 6، ولافيستا 7، إضافة للافيستا جاردنز ولافيستا توباز ولافيستا راي. بعد كده هنتجه للساحل الشمالي، وتمتلك شركة لافيستا عدد من المشروعات الموجودة بالساحل والمميزة جدا. عندها 4 مشروعات، بداية من سيد عبد الرحمن ومشروع لافيستا كاسكادا قريب جدا من مراسي وحسين باي، وبعد كده عندها مشروعين في منطقة الضبعة، عندها لافيستا باي ولافيستا باي ايست، واخر مشروع تم طرحه لشركة لافيستا في الساحل الشمالي مشروع لافيستا راس الحكمة، من المشروعات طبعا المميزة جدا. بعد كده هنتجه لمنطقة القاهرة الجديدة، وطبعا شركة لافيستا عندها 6 مشروعات في منطقة القاهرة الجديدة، من أول الباتيو 1 والباتيو 2 وباتيو 3 وباتيو 7 والباتيو أورو، وأخيرا وليس أخيرا مشروع الباتيو تاون، من المشروعات الضخمة جدا واللي أخدتها شركة لافيستا مؤخرا. بعد كده هنتجه لمدينة الشروق، وبتمتلك شركة لافيستا عدد من المشروعات المحترمة جدا هناك، بتمتلك 5 مشروعات، الباتيو 4 والباتيو 5 والباتيو 5 ايست، الباتيو كازا والباتيو برايم. بالنسبة لمنطقة 6 اكتوبر بتمتلك شركة لافيستا 3 مشروعات، مشروع الباتيو 6 ومشروع الباتيو الشيخ زايد ومشروع الباتيو فيرا اللي هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل. وبالنسبة لمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة بتمتلك شركة لافيستا مشروع ضخم جدا، مشروع لافيستا سيتي في مقدمة العاصمة الإدارية أمام مسجد الفتاح العليم. حرصت شركة لافيستا المنفذة لكومباوند الباتيو فيرا على اختيار موقع استراتيجي بيضمن لملاك الكومباوند التميز وسهولة الوصول إليه من عدة طرق. بيقع مشروع الباتيو فيرا على مقربة من مدينة الشيخ زايد الجديدة ودقائق من وصل الدهشور، بالإضافة لده بيتيح الموقع الاستراتيجي للكومباوند أن يكون قريب من المناطق الخدمية والترفيهية والمدارس والجامعات والمستشفيات، مما يضمن تلبية جميع احتياجات العملاء الأساسية، علاوة على وجود مجموعة كبيرة من الكومباوند السكنية العملاقة الراقية اللي بيقصدها معظم الباحثين عن سكن مثالي وآمن. تعيد شركة لافيستا للتطوير العقاري تأكيد الريادة في مجال العقارات من خلال إطلاق مشروعها البارز كومباوند الباتيو فيرا الشيخ زايد، وهو يجسد مثال فريد للفخامة والرقي. الكومباوند بيضم تشكيلة واسعة من الفيلل المصممة خصيصا لتلبية تطلعات الحياة العصرية اللي بيتطلع إليها المقيمون، مع توفير أعلى مستويات الراحة والسعادة من خلال انتقاء الموقع الاستراتيجي اللي بيسمح بسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية والترفيهية، وده بفضل تعاونها مع نخبة من المستشارين المعماريين لتقديم تصميمات معمارية مميزة. وبهدف جذب عدد أكبر من العملاء، تبذل شركة لافيستا جهود كبيرة لضمان التنوع في تصميمات ومساحات الفيلل من تاون هاوسز وفيلل مستقلة، وبتقدم الشركة مجموعة من الأسعار التنافسية وخطة سداد مرنة بتمتد إلى 7 سنوات، وده بيسهل على العملاء امتلاك وحدتهم. وكمان بيوفر كومباوند باتيو فيرا مجموعة شاملة من المرافق الخدمية والترفيهية اللي بترفع من مستوى المعيشة وبتضمن لملاك المشروع تجربة سكنية مميزة. أعلن شركة لافيستا للتطوير العقاري عن أحدث أعمالها لعام 2024 عن تشييد كومباوند سكني متكامل الخدمات، وكمان اهتمت الشركة بتنوع المساحات وتصميم كافة الوحدات بأفضل التصميمات الهندسية وفقا للمعايير العالمية باستخدام أحدث الأساليب الإنشائية، وبتمتلك جميع الفيلات إطلالات بانورامية على المساحات الخضراء الواسعة واللاندسكيب، وكمان بتوفر لك الخصوصية التامة. وعدد الوحدات في مشروع الباتيو فيرا حوالي 200 فيلا. وبالنسبة للخدمات والمميزات داخل كومباوند الباتيو فيرا، يوجد في المشروع كلوب هاوس وسويمنج بولز غير الجرينري واللاندسكيب، وطبعا يوجد أماكن مخصصة للباركينج وأمن وحراسة وكاميرات مراقبة. هنتكلم دلوقتي على التايبس الموجودة في المشروع. يوجد في المشروع 2 تايبس من الفيلات، تون هاوسز وستاندالون فيلا اللي هي الفيلات المستقلة. تون هاوس عبارة عن مساحتين 200 متر و241 متر، وارتفاعه عبارة عن أرضي وأول وروف.
هنتكلم عن اول تايب مساحته 200 متر، وبيكون الدور الارضي عباره عن ريسبشن وجيست تايلت وكيتشن، والدور الاول عباره عن 3 غرف ماستر منهم غرفه معها دريسنج روم بلس الروف، والروف عباره عن ليفنج روم بلس الاوبن تيرس. وبالنسبه لمساحه التاون هاوس الاكبر مساحه 241 متر، وبتتكون من الدور الارضي عباره عن ريسبشن وجيست تايلت وكيتشن، والدور الاول عباره عن 3 غرف منهم غرفه ماستر بيدروم وليفنج روم بلس الروف، والروف عباره عن ليفنج روم معها تايلت بلس الاوبن تيرس. والفيلات المستقله مساحتها 324 متر، وارتفاعها عباره عن ارضي واول وروف، وبتتكون من ريسبشن كبير وجيست تايلت وكاتشن وغرفة للناني بالحمام بتاعها، والدور الأول عبارة عن 4 غرف نوم منهم غرفتين ماستر بدريسنج والحمام بلاس الروف، والروف عبارة عن ليفنج روم معاها تويلت بلاس الأوبن تيرس. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة الخاصة بمشروع الباتيو فيرا لشركة لافيستا. بأتمنى تكون حلقة النهاردة مفيدة ليكم. لو حابين إننا نتكلم في الحلقات القادمة عن موضوع معين أو شرح مشروعات أو مناطق، ياريت تكتبولي رأيكم تحت في الكومنتس. أشوفكم على خير في حلقة جديدة ومشروع جديد. إلى اللقاء.